السلام عليكم. وصفة اليوم غادي تكون سهلة وبسيطة ومكونات اقتصادية، نقدموها كوجبة عشاء أو غداء، سهلة وبسيطة وكتوجد بسرعة، فكنتمنى تعجبكم. وإلى عجبتكم الوصفة ما تنساوش ديروا لايك وتابوناو وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. نخليكم مع مراحل التحضير ونتمنى تتابعوا معايا لا فيديو للآخر. وغادي نحتاجو كمكونات الفلفلة، نقطعوها طريفات صغار، والبصلة حتى هي نقطعوها طريفات صغار، وبطاطا. البطاطا ما كنسلقوهاش، كنضيفوها خضرة. نديروه في مقلاة ونضيفو ليهم 3 معالق زيت الزيتون أو زيت نباتية اختياري، القليل من الإبزار أو الفلفل الأسود، وملعقة صغيرة ملح. ونديروهم على النار ونبقاو نحركو فيهم حتى طيب لينا البطاطا وتشحروا لينا جميع المكونات. وناخذوا البيض، هنا خديت 4 البيضات، تقدروا تاخذوا اكثر. نضيفوا ليهم القليل من الفرماج، خديت هنا انا الموتزاريلا. ونضيفوهم نزينو بطريفات ديال الفلفل ونسدع عليها ونخليوها حتى يطيب لينا البيض. وها الأكلة ديالنا واجدة، كتجي لذيذة صراحة، كتجي رائعة وكتوجد بسرعة، فكنتمنى تعجبكم. وبالصحة والراحة.